بيناتنا حب شوق وحنين، إن شاء الله دايما متواصلين للقرابة وللغايبين، إن شاء الله دايما تامين ولامين. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كل سنه وانتم طيبين، وبرحب بكم في عيدكم مبارك، وبنبارك العيد لكل المشاهدين في كل بقاع الارض اللي بتابعونا في هذا اليوم. وحقيقه بنرسل تحيه وتهنئه، وبنظر الله سبحانه وتعالى انه يفرج على اخواننا اللي يمكن يتاثروا بالسيول والامطار في الايام السابقه، وبنقول لهم ربنا يعينكم، وبنقول لكل الرياضيين انه يجب انه يكونوا واقفين مع اخوانهم عشان فرحه العيد ما تاثر عليها وتشيل السيول والامطار. برحب بكم مره ثانيه، ومعاي داخل الاستوديو الاخوه الرياضيين. على يميني برحب كثير جدا بالحكم ديرما، شهير بديرما، انا بقول ديرما لانه حقيقه هو الاسم بيعجبه كثير جدا. انا برحب بك كثير جدا وكل سنه وانت طيب. الله مرحب بك ومرحب بالقناه التي لا تغيب عنها الشمس الشروق. أهلا ومرحبا بك. والتيم العامل وبالأستاذة الهلالية. مع الهلالية دي زلط الورة مكسور. يعني إلا ترجع بالحصحيصة. بالحصحيصة. نعم. تجي بكبر الرفاعة تخش الهلالية. وزي ما قال أخونا معتصم. نعم. يعني نحن بنحيي صمود أهلنا في كل بقاع أراضينا المبتلة بأمطار الخير والبركة، وأنا بصير على إن هي أمطار خير وبركة مهما حصل، رغم الحاصل، ما رغم الحاصل، لأنه الموية دي يا أخي ربنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم. يعني حتى لو الناس تأثرت تأثيرات بسيطة هي في المقام الأول والأخير خير، هي خير. نعم. لأنه بعد شوية حتلقى الزرع والأرض اختارت والضري حياكم. نعم. واللبن حيكتر، يعني حيقل، يا سلام، حيكون فيها اشياء جميله. نعم. يا اخواننا ما في حلاوه بدون نار، ده كلام ما في حلاوه بدون نار. يعني انا يعني بحيي صمود اهلنا في كل المناطق دي، وبحييهم بحلول عيد الفطر المبارك، وربنا ذاته يعني فطرنا. شوف المطره. نعم. دي نعم. دي فطر. يعني بقول لك لما تكون صايم اول حاجه خذ لك بقة بتاعت موية، ما جرعة يا اخوانا، هذا بقة واحدة، بقة واحدة بتاعت موية. نعم. تحلل بها الصيام. نعم. يعني ربنا حلل لنا صيامنا بالمطر، وحلل لنا بعيدنا. نعم. ونحن مش نحن جينا للسيول والامطار في محلها، احنا جيناها، نحن جينا، هي ما جاتنا، ما جاتنا. انا بحيي كثير وحارجع لك ثاني، وبحيي الزميل العزيز الصحفي بدولة الامارات العربية المتحدة ياسر قاسم. اهلا مرحبا بك، ومرحب بكل مشاهدي قناه الشروق داخل وخارج السودان، وكل عام وانتم بخير لجميع المشاهدين. والواحد يضم صوته لصوت صديقي ديرما. نعم. ربنا يلطف بكل اهلنا الذين تضرروا، فعلا هي امطار خير وبركه. ومن هنا نحيي الشباب، نحيي المنظمات الاهليه، المنظمات الحكوميه، الجهود الشعبيه، الجهود الرسميه في الشغل اللي تم خلال الايام اللي فاتت. ونتمنى من الجميع انه اي شخص يساهم بقدر جهده. نعم. سواء كان بماله، بجهده، بحركته، بفكرته، باي شيء. نعم. لانه فعلا المساله بتحتاج لشغل كبير. نعم. ان شاء الله ربنا يلطف بالجميع. نعم. ان شاء الله ربنا يلطف بالجميع. وبنحيي الفنان الشاب منتصر الهلاليه. منتصر، كل سنه انت طيب. وانت طيب يا معتصم، وكل مشاهدي قناه الشروق بس هم طيبين. وعيد سعيد عليهم، وبرضو بضم صوتي لكل اصوات الشعب السوداني اللي بتدعو لكل المتضررين. نعم. في بقاع الارض ان شاء الله. بتقول شنو لديرما؟ ديرما قال لك يا ما حد قدر تمشي، ما في تلقى في الدنيا معتزم. انا قبل ما ما ليش اقول كوره، قبل ما حي ياسر، انت ياسر ده جاي من بلد غربه هناك طبعا عندهم حر بوليستيك، وانتوا عندكم مطر بوليستيك. احنا عندنا مطر الحمد لله. نعم. ما هو شوف ربنا يعني مقسم الارزاق، مره يديها سخانه هنا، هنا يديها مطر، هناك يديها شتاء برد. نعم. يعني كله مقسم، يعني وكل امر كله خير. ايوه. نعم. ونعمه بالله، نعمه بالله. منتصر ديرما يعني يمكن واحد من الحكام المشهورين
انت بتعرفه اكيد. اكيد طبعا. وهو اتكلم معاك. اديته كارت قبل كده ولا اديته اصفر؟ ان شاء الله تديه كارت اخضر ان شاء الله. نحب نرحب بك كثير يا منتصر. الله يديك الصحه والعافيه يا معتصم. وسعداء انك تكون معنا يا دير. ما انت اكبر زول موجود هنا وبخبرتك. انا يعني ما اتكلم عن عمرك، انا اتكلم عن خبرتك الكبيره. يعني الرياضيين عندهم مقبوله منك. مقبوله. الرياضيين عندهم يعني دائما السودانيين ناس اجتماع. يعني لو في كره الله لا قدر، لو في فرح، الناس السودانيين كلهم بيجتمعوا مع بعض، وخاصه الرياضيين. وكمان تجي في العيد يبقى ده شيء ثاني. دايرك توريني العيد عند الرياضيين كيف؟ والله يا اخي بامانه، هو شوف الرياضيين وحدهم. نعم. السودانيين كلهم. شوف البيت السوداني ده بيت انا ما لاقاني في اي حته في بقاع الارض اللي انت شفتها. نعم. نعم. يعني السودانيين ديل يعني اتربوا ونشأوا نشأة غير، يعني بغض النظر عن الشعوب الأخرى، لكن التكافل والتراحم والتوادد بين السودانيين ودي نافعانا. دي نافعانا. نعم. يعني دي نافعانا، يعني نحن ما ممكن زول صور وشه في وش ود عمه. نعم. ولا بصور وشه في حبوبته ولا صاحبه. ولا صاحبه. نعم. فيعني شوف البيوت بعد صلاة العيد. نعم. شوف التداخل بتاع الناس بعد صلاة الناس العيد. يعني انتهوا من الصلاة وجايين ماشيين. أي بيت بالزب خشوا، ما في دق باب. ما في دق باب. ما في. بيدخلوا طوالي. ما بيخشوا طوالي لأنه عارفين البيوت دي جاهزة. نعم. لاستقبال الناس. الضيوف والمعيدين والأحباب والأطفال. وبعدين كلها واحد. نعم. الطفل والشاب والمرأة والراجل. المرأة والراجل. كلهم يعني تلقى الخلطة دي يوم العيد دي، ده زي ما بقولوا يوم مفتوح. نعم. وبدون قيود في أيام العيد دي. فنحن يعني نتمنى من الله العلي القدير إنه يديم علينا علاقتنا ويديم صداقتنا ويديم محبتنا ومحنتنا بيناتنا. نعم. شوف كلمة محنتنا دي كلمة جميلة. يعني محنة دي ما محنة من القلب. من القلب جوا. ما في حكاية البوهية البرة دي ما عندنا، لكن الرياضيين. نعم. بنجتمع. حس ان احنا مجرد ما انتهينا من معايدتنا في العيد مشينا حاجة زي ما منتدى مهدي حمد النيل. في الثورة الحارة الثانية في شارع النص. نعم. طوالي مشينا تلمينا يعني مجموعة ناس، عبد الرحمن يحيى الكوارتي ومحمد يحيى الكوارتي والفاضل عوض جلال الدين واحمد دولة مجموعة من الرياضيين ما تتخيلها. نعم. طبعا الايام دي ساعيين وبنعمل لنا في شغل، عايزين نعمل تأبين وتخليد لذكرى الأستاذ أحمد سليمان ضوى البيت الإذاعي. نعم. الرهيب. نعم. هو عضو في المنتدى نفسه. ما في كلام. عضو في المنتدى باسمه. نعم. المنتدى باسمه، عشان كده عامل له شغل. نعم. أنا يعني أقول لك حاجة، يعني ما تقول لي برضو قفلتني قبل ما نمشي لياسر ولا منتصر. تعرف أنا من صغير المذيعين كتار جدا. نعم. أنا ما كان لافت انتباهي إلا الأستاذ أحمد سليمان ضوى البيت، يعني ربنا يرحمه ويغفر له. صوته يعني مختلف. صوت مختلف، يعني هو ذاته بيحترم المذيعين الشباب. حتى المذيع اذا جاء الليله بيقول لها استاذ. نعم. هو اللي بيقول. نعم. يعني ربنا يرحمه ويغفر له، وبنحيي اسرته وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وياسر احنا تكلمنا عن الرياضيين داخل السودان، انتم يعني في الامارات انا عارف ما شاء الله كميه كبيره من الشباب السودانيين موجودين هناك. العيد عندكم كيف هناك انتم كشباب سودانيين رياضيين؟ قبل ما نتكلم عن السودان الكامل يعني السودانيين هناك. والله هو زي ما ذكر انه رياضيين ولا اي شريحه جزء من النسيج السوداني، النسيج الخاص. نعم. فعلا هو نسيج خاص. الشيء الموجود في الامارات تقريبا نموذج مثقل بالنسبه للسودانيين عموما. نعم. سواء كانوا رياضيين او غيره. نموذج مثقل للسودانيين. نعم. الموجودين في السودان، يعني بشيلوا حاجاتهم كلها معاهم هنا. ايوه بالضبط كده. حتى من قبل العيد اذا اخذت رمضان، اذا اخذت العيد، اذا اخذت اي مناسبه بتجمع الناس. وبتذكر الناس بالزيارات وبالتوادد وبالمحبة، بتلقى نفس النموذج ده لكن بشكل مثقل. نعم. لكن مع الشكل المثقل بتاعه ده هو لافت للانتباه، لافت للانتباه بالنسبة للعرب الموجودين. يعني الجنسية بيشوفوا غير؟ يعني هسي المغول الشائع سواء كان في الإمارات أو في معظم دول الخليج إنه السودانيين شعب غريب جدا في مزالة الاجتماعيات. نعم. نعم. يعني بقول لك يا أخي أنتوا بتلقى انتوا بتلقوا الوقت ده وين؟ عشان تتواصلوا. يعني الوقت اللي بيقضوه السودانيين في الاجتماعيات كل الشعوب تقريبا مستغربه جدا جدا. في الوقت ده. في الوقت ده، يعني السوداني يوميا ممكن يخصص ساعتين وثلاث ساعات واربع ساعات للمسائل الاجتماعيه. نعم. سواء نعم. كان في الانديه السودانيه
سواء كان في المناسبات الافراح الكره الله لا غدر. مساله الاعياد عنده طابعها الخاص نفس الطابع السوداني، المعايدات دي بتحصل من اول يوم بعد صلاه العيد طوالي، حتى هناك نظام البنايات العاليه وكذا نفس الزيارات دي طوالي هناك قاعده تحصل. يعني الشقق السودانيين بتلقاه الشقق الوحيد المفتحه يعني والمتحرك باب زنك البنشي بس دين ما فيش ولا حيطه ولا نفاية بعد الصلاه الحركه كثيره جدا مدخلة. بعد ذاك بتنتقل الناس للانديه السودانيه الموجوده سواء كان في مدينه العين، في مدينه ابو ظبي، مدينه دبي، مدينه عجمان، الانديه السودانيه كلها بتكتظ بالسودانيين. يا سلام حيا. وثاني يوم واليوم الثالث وهكذا لحد ما الناس تعود لحياتها الطبيعيه في الليل. يا استاذ معتصم ياسر بتفك الركبه شنو هناك؟ ها؟ ما زي انا اللقمه وملاحه التقليه اللقمه وملاحه التقليه ما في بيت سوداني بيخلو من كرتونه رمضان دي. كرتونة رمضان بتفضل بتجيكم من هنا بتجي من هنا حاجات بتفضل لأول يوم في العيد حتى لو عزابة مش كده؟ حتى لو عزابة أصلاً ما شغالين ما زالت عزابة وعوائل دي ما فيها فرق بالنسبة للسودانيين هناك في المناسبات الزي دي. نعم نعم يعني حتى ثقافة عالية حتى نعم. العزابة السودانيين حتى العزابة السودانيين ما النوع اللي بيمشي المطاعم زي باقي الشعوب والجاليات يفطروا هناك ولا كده، بتلقى برنامج زي برنامج العوائل التقلية والونسة والعوازيم دي بالنسبة للعزابة العزابة بكشف بيت العزابة بكون فيه كشف كشف من 30 أو 29 لأنه يكونوا الحايزين كتار عشان بيكون يعني لازم تجي أنت ولازم أيوة بكون عازمينهم أي بيت عزابة بكون فيه كشف بغايمة الليلة أول يوم عندنا كده ثاني يوم عندنا كده عشان ينظموا نفسهم عشان ما يزعلوا زول ولا زول بيكون مرتب نفسه عادي دي نحن يعني يمكن الحاجة دي يا 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 دير ما يمكن ما زي ما قلت أنت قبل ما عندي زول غيرنا ما عندي نحن نشوف منتصر العيد دائما أنت بتقضي حفلات ولا مرات بتكون لا طبعا أول أيام في العيد أصلا ما في طريقة لأي حفلات ولا عريس ولا لازم هو أصلا ما في فرصة أجمل من إنه الواحد يلقى العيد وإنه يقوم يواصل أهله نعم حتى ولو كان جوك ناس عريس والقروش كويسة لا هو أصلا العداد ما بالليل العداد بالليل أي أنت بتستثمر الوقت من الصباح لين الساعة 6 تمشي أهلك تكون معايد بتكون لأهلك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كان في عيد قصدك دار العداد يطير ممكن يجي عيد عنك بالليل ويعمل مسمار ويقعد رجال هاي يقعد الله يحيره ممكن شديد كمان طيب حسمعنا شنو منتصر اغني ودعت دنياك من زمان كلمات دي كلماتي والحان انا اول عمل خاص لي انا كلماتك والحانك كلمات ما شاء الله يعني لا يا اخي انا اتصور انا احترم نعم يعني حسي انا احترم الهادي ودي الجبل ليه؟ ليه؟ لانه كل وبعدين مميز نعم. يعني حسي انا بعد العاقب محمد حسن ما عندي الا لهذا الجبل والله يا اخي والولد ده لو داري يخش مع الجماعه ده اللي بقى تالتهم خليه يشتغل الشغل يمشي طوالي كده طيب نسمع عرفت دمعات الندم وسعت دنياك من زمان عرفت دمعات الندم كتبت انبوش في الجراح والغرام مرارة حزن دم ليل الفرقة خوف ليل طويل زاد في بهم أبكي يا بوي في الهوى في كل وريد الجمال في دم أرتلي
زاد في لي واقول حسيب هواك في كل وريد القاك دم بأعلى صوت بنادي ليك بأعلى صوتي بنادي ليك وليك كنتي وين راوي عليك بدعت الدنيا سرفت دمعات الندم كدلت أنبوش في الجراح واشرب مرارة تزني دم نسيت عشان ريدك عذاب فرحت لا 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 شفت السرور اديك حنية قلب لا دار سواك ولا بدور نسيت عشان ريدك عذاب فرحت لا 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 شفت السرور غدار وانا الفاكر الحنين غدار وانا الفاكر الحنين ما كنت جاي اليوم تجور حتى اعتذر من زمان انت thank you.
خلاص بقى ثالثهم يعني دخلت كرة واحدة وبعد ما خلص إن شاء الله هيك منتصر رول جميل ورائع. ديرمال دعنا نرجع للكرة شوية. يعني أنا داري أعرف أكيد تكلمت عنها لكن داري أعرف ديرما منين دخل الوسط الرياضي؟ يعني دخلت دي يعني ما زي جيت لقيت حته فاتحه وخشيت ده القاز. انا لقيت حته فاتحه لقيت كره ودخلت. هذا من يعني ما تقول من الصغر يعني مرتبطين. انت ناسي انه قدامنا في ميدانين للليك ما في ناس ما بيلعبوا في ناس قدامهم ميدان ليك ولا ايش ما بيلعبوا في ناس ما بيلعبوا كره. ما انت دخلت هو انت دخلت حكم ولا لاعب كره؟ أيوة. انا دخلت اول شيء كنت بخطط الميادين وبركب الشبكه. لعبت كوره؟ كيف لعبت كوره؟ انت بتخطط الميادين و بركب الشبكه. يعني يعني انت اول زول بيجي؟ مش اول زول بيجي. انا بيجي من 12 لانه زمان كان الميادين اللي كانوا 5 ميادين. حس كشن بقى ميدانين بدل يزيدوا كشو؟ كشو 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 خشت حاجات كده جامعات تغلص الميدان حاجات ثانيه. لكن فعلا زمان الاراضي ما كانت واسعه والناس ما كانت كثيره. نعم. والميادين ذاتها ما حقتنا يعني ركبوا فيها العراضات وبيجوا الناس يلعبوا طوالي ما في زول يسالهم. ما في زول بيسالهم وما في زول كان بيجي يقول لك نحن نمشي ورا الترب ما ورا المغابر دي ما بيجوا. نعم. فكنت انا بخطط الميادين وبركب الشبك ويعني كنا بنقدم مساعدات. يعني انت ذكرتني قبل ما تمشي زمان التخطيط كان بشنو؟ تخطيط بجير اجير ولا الرماد؟ لا الجير. في ناس للرماد ده لتو اجير المحروق. اذا نحن اجير المحروق والله لو ما في رماد؟ لا الرماد ده بعد تفتيش بعد سوبر. لان احنا ما في رماد لكن بنجيب الجير المحروق ده بنشتري كيس صغير كده. نعم. ليه بنخطط؟ لانه بيقعد الرماد ما بيقعد كان جا هوا بيمشي بيشيله طوالي. لكن الجير المحروق يعني جربته؟ لا جربته. الرماد جربته؟ جربته. لا كويس جربته. جينا رايحين نقبل يوم مويه. شوف نقبل يوم مويه والله زي المطر ده. لكن دي المدى في حاجه دي المدى اشتغل مدرب انت عارف قبل ما يشتغل حكم؟ اول مره اعرف كلام زي ده. هو ما لعب كوره ويشتغل مدرب؟ اشتغل مدرب وما لعب كوره؟ لعبت كوره يا دريم؟ والله لعبت كوره يعني. لكن اشتغلت مدرب يا اخي. رشيد المهدي مش معاكم في الشروق دي؟ نعم. بس انت ازاله. نعم. خليه بيحكي لي. رشيد ده بيتنا هم ورانا طوالي. ايوه يعني عندنا الفرق بتاعت الحي موجوده. لكن ما حاولت تمشي لقدام؟ السهم فيه ما دق الحكام ما خلاني امشي. اول حاجه انا كان الحكام بيجوا بيغيروا ملابسهم في بيتنا. نعم. انا طبعا وخالتي الله يرحمه ويسامحه صلاح الدين الحاج الله يرحمه حكم المعروف. نعم. الحكم المعروف لعب من ود نباوي هلال مريخ دق شوعين بعد ساب الدنيا ساب الدنيا. نعم. لما مشيت التحكيم كيف؟ والله التحكيم ده قلت لك الناس زي كان بيجوا طبعا بيغيروا جنبنا بيغيروا ملابسهم وبيمشوا بلعب وانا بمشي بقعد في اقرب ركن بتفرج. نعم. يعني بس مع الناس دي صعبه صح. شفت مشجعين بيقعدوا برا ديل وبعدين اللي بيعرف واللي ما بيعرف ما مخليه بيديك على راسك. بس الواحد شفته زي حكايه جمال حسن سعيد في أيوة. الحكم لما سكوه ايوه طبعا الكومبارس جابوني سكوه زي 15. نعم. لما هو جاري ونايم في جماعه في الشارع قال انه حكم سكوه لا جر ورا وفي الليل يعني كان صلعته دي كان قدوها ليه. لكن يا دي ما في جمال حسن سعيد ديك صحيح شاله منك؟ شاله مني. ايوه اشتغل بيها. ايوه شاله اشتغل بيها. اشتغل بيها. انت ما خليها اشتغل لان انت ما مضايقين انا ما داري هدومك انا اشتغل ليك انا وبكروتي وبالصفه كله. نعم. لكن يا ديرما الحاجه دي ما خلتك تخاف انك تمشي التحكيم؟ والله ابدا. تصور بقت لي دافع. شفت الاساءه اليوم والتعدي عليهم بتاع دي. نعم. دي بقت لي دافع يا اخوانا. الناس دي المظلومين. نعم. وبعدين يعني
دايرين حاجه ما حقتهم دايرين حاجه يعني زي بيبالغوا ديل ما في كلام بالشكل ويزول عنده راي يعني حتى لو بقيت حكم فير برضو هم الكوره الجايه ما حتكون فير نعم لانه بخوفوك واحد يوريك القرجه واحد يوريك عكاز حصل حاجه زي دي بالنسبه لك كيف بتحصل كيف بتحصل قالوا انت ماشيين معك مسدس منو انت لا 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 انا قبل كده واحد اداني لك بنيه لاعب بيلعب في فريق اسمه الربيع نعم اداني بنيه نظيفه ما بنيه سالفه و... اي والله بعد دغري هذاك طبعا لكن لما اتلفت عليه ولقيته جرى يعني لو ما جرى كان لي حسن كون في الميدان كلام يظل له قريبا خمسه سنه حسن وين اخوانك اخوانك ما كانوا يكونوا لا 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 انا ما بدخل ما بدخل العمل ما بيكونوا ما اخواني ما يخشوا لكن بيكونوا موجودين شغلي انا ما بيكونوا موجودين انا يا اخي اذن واحد ما بحب يرمى ده انا ما بيدورني كله انتم شاكلين انه ماله يا اخوانا ده ما مزاجه وضرايه هو حر ايوه هو حر نعم فما حسي زي ما انا والله فلان اللي بغني ده ما قاعد ادور نعم يعني غصب اخوي يجي دقني ما بدور قاعد دقني ف نحن حقيقه حنرجع لك في الحته بتاعت الحكام دي لكن ياسر يعني حكايه التحكيم دائما يعني هو بتربطك علاقات بيديرما وبكل الحكام يعني ما نحن وسط زي ما قبل قلنا واحد. اللاعبين الحكام حتى في الجمهور في حتات معينه ياسر الناس بتمشي تقعد فيها صح. يعني بيلقى فلان وفلان لما تشيلوا قلمكم وتكتبوا بتاثر حكايه ديرما صاحبك او ما صاحبك او علاقات زي دي والله طبعا في المطلق صعب جدا تحكم لكن في بعض الاحيان بتتاثر بيكون في تاثير انت بتتاثر بعلاقه انه ده صاحبك نعم. لكن في ما في المجمل يعني ما في المجمل لكن حقيقه دي مزاته اتفق مرات في حكام يعني بيدخلوا نفسهم في حتات عشان اللي بتجيب لهم الكلام وهو يكون قاصد يعني الغلطه اللي بيعرفها المشجع العادي نعم المشجع اللي ما عنده كثير يعني في القوانين والكوره بتكون اخطاء عاديه يعني اخطاء بديهيه ساذجه زي ما بقول ايوه بتكون ساذجه دي. نعم. دي الحكام بيدخلوا نفسهم وبيجيبوا الكلام للحكام الباقيين حتى لو كويسين يعني شفت حكايه التحكيم فاشل دي ممكن أيوة. تكون على حكم ولا حكمين لكن بعد الناس يتناولوه على كل الحكام لحد ما بقت هسي نغمه وبقت زي النشيد الوطني والله قبل المباراه هسي لازم هاي يعني يمكن ده هاي وفي حكام ما بيستاهلوا يعني زي نغمات الموبايل أيوة. يعني لازم تشغلها نعم. ايوه بالضبط لازم تشتغل لدرجه انه مرات ودي ما ده عارف قبل المباراه ما تبدا الحكم بيجي داخل الميدان بيجاي في المقصوره وبيجاي بيكون التحكيم فاشل الاثنين بيكونوا شايلين الكوره الحكام خاشين يبدوا وهي ما بدت ذاتها ما بدت والله يا معتصم حكام الزمن ده يعني زمان بيكون فينا اتجاه واحد نعم حسيت بيكركوا فيهم الاتجاهين احنا في شنو تقبل وين كده لا ده حيلعب شنو يعني مشكله يعني انا في كوره في قريب لكن ظنها كانت في كاس السودان ولا كانت في الدوري الممتاز يا اخي ما يعني ما ممكن التيمين يكونوا اللي يقولوا يعني تحكيم فاشل مش تحكيم فاشل والجرايد متفقين كان جرايد ديل ولا جرايد ديل يعني متفقين في انه الحكم ازاوم الاثنين يا اخوانا الازيه دي في واحد منتصر واحد ما منتصر ده الانتصار ذاته يظنوا بحاجه مهوله كده نعم. جونين ولا ثلاثه وبرضه التحكيم فاشل لكن هاي ما خلوه لكن يعني المفروض الغالبين ثلاثه ديل يشكروا القصه دي من زمان لكن ابدا نعم. الغالبين لكن زمان في حمايه شتموا اكثر من شتموا اكثر من المغلوبين نعم الحمايه كان شنو زمان كان في حمايه للحكم كويسه الحمايه من الجهه اللي بتدير اللعبه يعني القصص دي من زمان موجوده ناس عثمان احمد البشير ديل طلعوا المسدس نعم. قبل 30 سنه نعم فكوا الرصاص في الهواء يعني زمان القصه كان خطر كان في كنترول ايوه والجمهور بيجي بالسيطان ويدفينا جنب الميدان زمان قبل ما يدخلوا هاي عشان يهاجم الحكم والسلاح والله يا معتصم ابدا والله في مباريات لكن في حمايه كانت والله انا دير مدى انا ما داري اشكل لك روحي واعوذ بالله من كلمه ده لكن انا في مباريات بدير فيها البوليس بيرجع يعني والله العظيم البوليس بيجي يحرس الكوره نعم. يقول لك يا اخي طلعها نظيفه نعم ما في مشكله حتى يعني الفريقين يعني بيكونوا مقتنعين الفريقين مقتنعين وبعدين يا اخي فاصل انت اللي بيجيب لك النظم شنو بانك ما بتكون فير ما فير الناس دي المشكله وبعدين معتصم زي ما قلت لك الحكم بيجيب المشكله يعني تلقى في مهاجم خطر جدا نعم. يقوم المدافع يديها هبشه صغيره شفت العرقوبه الورده يقع هبشه صغيره كده ده عطله نعم يقوم الحكم ما يعني الحكايه دي ما بينتبه لها بيمشي هاي طيب ده وقع ماله داكشو لوري
طيب الزول ده ما في زول هبش في زول هبش ممكن في واحد بيفقد الواحد توازنه ويقع صح بتكون لكن واضحة. دي الهبشات الصغيره دي والمدافع بيكون دايما المدافعين خبره قاصده ايوه شفت تكون واضحه شفت زي الهبشات دي ما داير حفظ غواني أيوة. ولا ده ودي الجمهور بيشوفها داير الحكم اللعب كوره ايوه عارف داير الحكم اللي بيعرف كوره اللي بيعرف الحركه اللاعب ده ممكن يعطلوه لما ممكن ولا هو عمله براو كده ايوه لكن نعم. حفظ القوانين براو والنظريات والسبولة والهناية دي ما كفاية الأكاديميات لا ما كفاية الناس خططوا بالجيل لا دي بتساعد يركبوا أيوة. الشبكة ومن النهار والله يا معتصم التحكيم ده شفت ده القلب نعم عندك القلب ده وعندك عينك دي نعم شفت عندك لياقتك البدنية تاني ما داير أي فلسفة نحن حنيجي راجعين ما يتفلسفوا حنيجي راجعين ووريك الفلسفة لكن أنا شوف منتصر علاقتك بكرة القدم شنو؟ والله علاقتي معاه انتهت مع انتهاء مفارقتي للميدان لا انت بتشجع شنو الهلال ولا المريخ ما تخاف دي ما بتاسف يعني كان باك لا صح لا لا ما بيلينو بيسايد لا المهاجم من الطراز الاول كمان مهاجم من الطراز الاول عارف الشبكه جيدا كمان عارف لاسك كده احمر ولا ازرق ها احمر ولا ازرق الله يكذب عليك ولا احمر ولا ازرق مورده ولا مورده الاهلي بس الاهلي وطني انا مع السودان بس مع السودان كويس دائما دي الناس نشيلها نحن احنا منتخب قومي طيب هنسمع شنو نسمع ست الرضا ست الرضا طيب نسمع ست الرضا كلمات كلمات علي همشري علي همشري الرياضي المعروف نعم برضه شغل كوره ده برضه داخل فيها كوره نحيي ياسر انا لاعب مهاجم مع علي همشري اساسا في هذه اللحظه نعم نحييه في سواء كان في البحرين او السعوديه او السودان او الامارات لانه علي همشري المفروض يكون خلاص رجع قديم السودان مش الحس بتاع الموضوع بتاعنا ايوه بتاع الهلال يا اخي مدام بيكتب باله مال الكوره خلي ياخذ في شعر وحب وحاجات ودي احسن له عشان يلم المشكله لا 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 احسن له يلم المشكله عشان يلم الشعر في راسه طير له ماله مال دي والله ما قال لك نحييه ونحيي اخوانه في البحرين نعم نحييه وكلهم نحيي اسرته ونقول له كل سنه وانت طيب وحنسمع ست الرضا ست الرضا تفضل بعيد بس انت ليه لو مالك باقي
عليه وحروف ليه هاي مطرحات مكتوفة والسلسل عليه وحروف ليه كل منايا تاني أشوفها كل منايا تاني أشوفها وسلم علي بكوفة ليه مني واقفة بعيد أرحب بكم جديد مشاهدي الأعزاء ولحن جميل منتصر الأغنية دي كلمت علي همشري والحان منه الحانان إن شاء الله رب ما شاء الله بتلحن دائما أنت بلحن أنا عمالي كلهم لحن برا الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما هو قال قلت لك دخل قرعة واحدة يعني نحن متفق لحد أن ينتهي الحلقة دي يكون دخل يكون بقى التالي إن شاء الله إن شاء الله ديش هذا كبير إحنا بنحييك ياسر دعنا نمشي الإمارات ويعني دارين نعرف يعني يمكن دائما لما نحن نسافر او بنسمع دائما الخليجيين بيتكلموا عن السودان بصوره جميله جدا حتى كتابهم في الصحف لغايه الان الصوره دي موجوده نتكلم عن الرياضه بصوره خاصه كره القدم والله بالتاكيد يا معتصم والمساله دي الواحد بيحيي فيها والفضل بيرجع فيها للناس اللي اسسوا للسمعه دي وهم بجد يعني ما كلام انشاء ولا كلام تلفزيونات فعلا هم السودانيين حتى الخليجيين انفسهم بيعترفوا بانه السودانيين هم اللي علمون حاجات كثيره no. الكوره جزء من الحاجات دي يعني لو مشيت بيقولوا الكلام ده لا ولا في كتب وفي توثيق بيوثق لانه السودانيين هم اللي كان كده وكده يعني هسه لو اخذت دوله الامارات كمثال بتلقى مثلا في يوم من الايام كل مدراء البلديات في الامارات السبعه هم السودانيين على راسهم يجي احمد عوض الكريم نعم. السيد احمد عوض الكريم السيد كمال حمزه السيد مختار التوم السيد مختار مكي دي كوادر سودانيه نعم كلام جميل كوادر سودانيه من قبل تاسيس دوله الامارات يعني دوله الامارات تاسست سنه 71 نعم الكوادر السودانيه بنتكلم عنها دي من نهايه الخمسينات والستينات نعم يعني تخيل يعني قبل تاسيس وقبل العيد الوطني للدوله ده الوضع البنات الصفاء بالربع الخالي لا والناس حافظين لهم والناس حافظين لهم الجميل ده يعني سيد كمال حمزه على ذكر الرياضه كان عضو في اول اتحاد لكره القدم في دبي يا سلام كان عضو في الاتحاد عضو في الاتحاد في اول اتحاد حتى في شهر رمضان اللي فات ديه كان في برامج توثيقيه في فضائيات في الامارات وفي صحف وصغت للمسألة دي بالصورة وبالقلم زي ما بقوله صح فمسألة يعني ما فيها جدال دور كبير ومسألة الوسط الرياضي يعني بجد دولة الإمارات تحديدا من دون دول الخليج كانت سباغة في احتضان الكوادر السودانية واستقطاب الكوادر السودانية سواء كان لاعبين سواء كان حكام سواء كان مدربين وإداريا كمان يكفي ودير ما بيشهد على الكلام ده حتى الآن حتى أنا جمعتني اتصالات هاتفيه وجمعتني لغات بالحكم الدولي علي بوجسيمه نعم اللي هو كان عبيد ابراهيم ايوه حتى الان بيتحدث عن انه عبيد ابراهيم يعني ربنا يقول لك عم عبيد يرحمه يعني عم هو بيتكلم عن انه هو اللي هو الفضل يا سلام في المكان اللي وصل له وعلي بوجسيم ادار شارك في ثلاث نهائيات كاس العالم كاس العالم نعم ومعروف يعني وحكمنا عبيد ابراهيم ربنا يرحمه ربنا يرحمه كله كان من ضمن اول الحكام اللي شاركوا في اداره اول بطوله لكاس الخليج يا سلام يعني كلام اول بطوله لكاس الخليج انا كنت في البحرين في شهر يناير الفات كانوا عاملين معرض توثيقي لاول بطوله في كاس الخليج وقيمة البحرين 70 كنت بشوف صور عبيد ابراهيم من ضمن المعرض يا سلام والله العظيم دي في بطولات يعني خليج ايوه المساله لسه طويله يعني على مستوى الاعلام الرياضي يعني الحمد لله اساتذتنا الكبار والسبقون على راسهم استاذ كمال طه اللي حاليا استقر في السودان ومن هنا نحن بنحييه نحييه تحيه كبيره يعني والله نحن قبل ما نحيي استاذنا كمال طه نحن عايزين نحيي برضه
يعني الخليجيين نعم نحيي يعني ونترحم على شيخ زايد ونحيي الأمير حسن خليفة ونحيي نعم. محمد بن راشد دول كلهم بنحيي انهم فعلا احتضنونا وفتحوا لنا صدور ناسنا لو ما لقوا تعامل كويس نعم ما نعم كان نعم يعني نعم 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 يعني الابداع اللي حصل نتيجه للاحتضان نتيجه للاحتضان ونتيجه والتعامل للتعامل للناس ودونا المكانه نعم 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 نحن بنحييهم والله كثير والمساله في نقطه مهمه الرياضه الجماهيريه الناس الاجيال اللي بتتذكر المساله دي اللي عملت فاصل في الكره السودانيه ايام سنه 75 و76 نعم. دي فتره كانت خصبه جدا للرياضه الاماراتيه نعم. يعني كل الكوادر بعد الرياضه الجماهيريه مشهور بالذات اللاعبين فوزي المرضي ومحجوب الضب وسعد زكريا والفاضي سانتو وحموري ودكتور الكسله نعم كل يعني فوزي التعايشه نحييه حتى الان فوزي اصبح واحد من المدربين يعني في الاهلي يعني يمكن الكبار حاليا كبيرة. هو مدرب في فريق الوسط في الوصل ايوه طيب وعلى ذكر الوصل لا بد ان نذكر الدكتور الرائع الانسان جلال النبي ابراهيم جلال النبي واحد من الكوادر في الوسط الرياضي في الامارات يعني يكاد يكون هو فعلا فعلا مش يكاد هو فعلا عميد الاختصاصيين الطبيين في دولة الإمارات في مجال العلاج الطبيعي في دولة الإمارات والله حقيقة يا ياسر نحن قاعدين نصدر للعيبة المصابين نعم. هنا بمشي يعالجهم هنا نعم يعني هو لعب وياسر يمكن يعرف لعب دور كبير جدا حتى يعني مع شخص يعني يمكن يعني دكتور يار النبي والله ديدنه هو نعم. هو المسألة يعني دي احتمال انت نعم. بتشوفها كده لكن بجد دي طريقة يعني يار النبي ديدنه مع لاعبين مش لاعبين جلال النبي الناس بيعتقدوا انه هو مريخابي نعم. المساله حتى اذا جلال النبي للزول اللي هناك ما بيعرف جلال النبي لاعب الهلال لاعب المولد كل لاعب النيل لا ما بيلعب ذاته اصلا يعني كل الحاجات دي وانا بحصل الناس يا معتصم شوف الاسم نعم جار النبي نعم. حس ان احنا في الدنيا دي عندنا حبه من النبي يا اخي ان شاء الله انا ذاتي ابقى جار النبي في المدينه المنوره نعم ان شاء الله احنا حقيقه بنحيي كل السودانيين اداريين لاعبين كوره في الوظائف الموجوده يعني حقيقه تركوا سمعه وبصمه كبيره جدا جدا وانا تحيه خاصه يعني للدكتور جار النبي ولكل افراد اسرته بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويا منتصر ان شاء الله يكون بيسمعنا ان شاء الله يكون بيسمعنا اي والله دي تحياتنا اليوم نعم يستحق والله نعم. تحياتنا لكل السودانيين في دوله في دوله الامارات نعم منتصر احنا بنتكلم عن العلاقات يمكن الوسط الرياضي ده نعرف في الوسط الفني عندكم انتم برضه في العيد زيارات زي الرياضيين وكذا ايوه بالتاكيد انتم كشباب انا شايف الان انت بتلحن براك وعندك اغنياتك الخاصه في 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 قعدات بيناتكم بتتناقشوا فيها اكيد طبعا في تعاون بنعمل ورش للحاجات يعني للاغاني ذاتها نعم حتى لما انت تعمل حاجه بنعمل الورشه عامه كشباب فنانين نعم. بعدك بناخذ الاراء يعني ممكن الناس تصل لنتيجه كويسه هسه احنا نعم. عندنا فكره بتاعت انه نقوم نعمل اوبريت لدعم المتضررين من السيول حاليا السودان فان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله نعم والله كلام جميل ورائع يا استاذ طيب بالمناسبه يعني حكايه ورشه دي انا عجبتك؟ هي اللي قومت فيني بعض الدوائر ورشه بتاعت التحكيم هاي ورشتكم بتاخد كم؟ والله على حسب الفنيه على حسب العمل على حسب العمل يعني على حسب العمال يعني يعني ماكسيموم كم؟ يعني ماكسيموم اذا كان العمل الواحد ممكن ياخذ له كمبدا يمكن ياخذ له 6 ساعات عشان تطلع بس ملامحه الاوليه انت بتيجي تقول لهم يعني هم يقعدوا معك ايوه يعني هو بيجيون جاهز وانت بتتكلم ايوه بنحاول طيب العمل حد ما تطلعوا عمل نجيب كذا برضه على 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 حسب على حسب احساس المجموعه النص ذاته النص ذاته هو اللي بيديك احساس انك تعمل في كم في كم من الزمن حسي فرقتك دي بالمناسبه عندها احساس قوي جدا معك انا حسيته تعرف فرقتك دي لو اديتني لها انا ببقى فنان والله مصداقيه لك يا كابتن ديرما انا كنت سالته من بعض الالات فقال لي انا فرقتي دي الان شغال معاها زمن طويل يعني ما بقدر ادخل اي حاجه عشان تكون نشاز فده يعني باكد فعلا كلامك وكلام انا كنت القلب انت مرضي يا اخي القلب ده ما بيغذي المخ ولا المخ بيغذي القلب لا اكيد القلب من القلب كل حاجه بتطلع غذي الجسم كله نعم يعني يمكن من القلب كل الاشياء تطلع يمكن قبل شويه تكلمت ياسر عن عن المغتربين وعن دول قبل احنا ما نرجع نسمع الاغنيه الثانيه كتاباتكم في السودان بتختلف كثير جدا كتاباتكم في 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 الامارات والله بالتاكيد حتى نعم. حتى هنا بعض الاداريين وبعض الشخصيات في الوسط الرياضي نعم
احيانا زاد فعلا بيواجهوك بالمساله دي ويقول لك انت الكلام اللي بتكتبه هنا هناك ما بتقدر تكتبه. نعم المساله بجد يعني هي حقيقه الشيء اللي بتكتب هناك بيكون مختلف لانه بجد هنا مساله الصحافه الرياضيه عموما اتجهت لمنح صحافه الراي بشكل كبير جدا. اصبحت الصحافه صحافه راي ودي خطا تنظيمي، خطا تنظيمي سواء كان من رؤساء التحرير سواء كان من الجهه اللي بتنظم اللي هي مجلس الصحافه. مساله انه الصحيفه بتلقى فيها 16 عامود، صحيفه واحده عباره عن 12 صفحه، فدي حاجه خياليه يعني كلها عمدة. يعني هناك الصحيفه او الملحق الرياضي بالاحرى هناك في صحف كل صحيفه داخله ملحق رياضي، ملحق رياضي ما في صحف متخصصه. نعم فالملحق الرياضي ده عدد صفحاته اكثر من الصحف الصحيفه هنا يعني الملحق الرياضي صفحاته بين 20 24 صفحة. نعم. يعني بتلقى فيه كتاب طراي دي بتلقاه زاويتين بالأكثر. ده لو ما زاوية واحدة. والناس معروفين فلان. لأنه كتاب طراي هي اللي بتدخل دائما في مشاكل. نعم. وللأسف نحن هنا فاتحنا بشكل كبير. نعم. كتاب طراي مفروض للصحفي صاحب الخبرة لسنوات طويلة اللي اكتسب تجارب. نعم. والملم بأنه يقدر يستطيع يتناول كل قضية. لكن هنا بتلقى الشخص من اول عتبه هو نط على كتابه العمود على العمود طوالي هي دي مشكله. عشان كده الناس بيقول لك يا اخي انت اللي بتكتبه هناك ما عيب، ما عيب حكايه انك هناك تكون منضبط ومنظم. نعم. لكن العيب انك الحكايه هنا مفتوحه. ايوه على مصراعيها. العيب انه الحكايه مفتوحه. أي وانا استاذنا العمود. من هنا بنحيي استاذنا علي شمو. نعم. وهو رئيس مجلس الصحافه وعلي شمو بالمناسبه. نعم. هو اللي اسس لمنظومه الميديا الاعلام في دوله الامارات. نعم نحن يعني علي شمو سنه 73 هو اللي كان المخطط والمنظم لشغل الاعلام ونتمنى يحكس تجاربه في انه ينظم لنا الشغلانيه دي هنا شويه يعني. نعم نحن حنرجع نتكلم مع ديرما في نفس الموضوع. انا داير ياسر طبعا الناس ياسر ديل انا داير ممكن تديني داير اشوف ممكن يعني الفايده الجنو يعني هم. نعم. نزل تطوروا يعني الناس ياسر الصحفيين بالذات. نعم. يعني تطوروا في الامارات العربيه المتحده بصوره خياليه. نعم. يعني ده ما ياسر اللي بعرفه انا اللي كان موجود هنا في السودان. ايوه يعني. نعم. ياسر حسب بقى عنده اسم ياسر. نعم. عنده موقع ياسر عنده يعني عنده اشياء كثيره جدا جدا. طيب. بعدين يعني هي ذاته قلت الحده اللي كانت زمان موجوده قلت. طيب لكن بتاعنا الاعمده اللي هنا ديل. نعم. اللي بنط قال لك بنط في العمود. نعم. تعرف ده العمود جه فيه ووقع به وقع به كتار ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ثم نعود لنتواصل. برضه كاتبه همشري يلا نسمع. اها كده خلاص ثبتت عليك. نعم يلا ثبتت الرؤيه كده. ايوه كيف بقول لامي كيف بقول لامي لا لا في دمي يا زول في دمي ولا كان ابوك عمي ما ولدك امي ولا كان ابوك عمي شكل الرباط في الريت ما بتقدر تسمي يا زول في دمي عشوق بامي يا زول في دمي
وجوك لا تهمي وبنفسك اهتمي أرجوك ما تهمي وبنفسك اهتمي وفي الدنيا غيرك مين يا ستي كان همي أرجوك ما تهمي وبنفسك اهتمي وفي الدنيا غيرك مين يا ستي كان همي يا زلو يا زلو يا زلو في دمي عجبتك شديد شايف خالص ومن حي الملحن والله يعني منتصر تلحين الله ما ضر ان شاء الله قبل ما ذكرت التلحين عشان كده انا ما حياتي كلها بلحن بلحن براهي كلها كل الاغنيه ما شاء الله ما شاء الله ولا لا 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 ياسر صلاح خلاص صنفك انك ازرق صنف نفسه والله صنف نفسه نعم طيب يا دربا يعني يمكن من الحاجات المهمه انا بدي اتكلم عنها انت واحد من الناس اللي سافروا كثير يعني سافرت دول ما تتكلم عن المنطقه اللي انت يعني يمكن استغربت فيها او كنت فيها فتره طويله وين من المناطق اللي انت يعني مشيت ولقيت السودانيين عندهم مكانه كبيره في 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 التحكيم يعني التحكيم احنا زمان يا دير ما كان عندنا الان انا ما شايف في حكام كثيرين بيديروا مباريات دوليه والله يعني هو ذاته يعني حكام برا اكثر الحكام موجودين في المملكه العربيه السعوديه يعني اذا جيت مسكت عمر النعيم سليمان مسكت محمد يونس بجيب مسكت محمد خير ابو زيد مسكت عمر حمزه عمر حمزه مسكت ناس المرحوم كان فؤاد سليمان يعني ده كله كانوا في المملكة العربية السعودية الديب أيوة الديب في جدة والدديب في جدة نعم مجموعة كبيرة من الحكام يعني لحد الناس عمك النعيم سليمان ده وأنا بحييه من هنا وبعيد عليه وجيت في البيت عشان نعرف إنه لقيته ما موجود نعم ومحمد يونس بجيب ومحمد خير أبو زيد ده الأدار في الدوري السعودي نعم ويعني حتى الباتش اللي أخذها في المملكة السعودية. العربية السعودية ليه ما في استمرارية؟ ما سن لا أنا أقصدهم نحن ليه يعني مكانتنا الكبيرة دي يعني ليه نحن ما الجيل اللي بعدهم وبعدهم ما 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 وضعنا والله يا أخي نحن بأمانة يعني أزيتنا في الوقت الحالي هي اللجان بتاعتنا نعم اللجان يعني زمان عندنا لجاننا كانت قوية
لجانا كانت لها كلمتها قوية. يعني آخر لجنة على عهدي بها إنه اللجنة اللي كان برأسها عثمان أحمد البشير. عثمان أحمد البشير نعم. شوف معي اختلافي معه في كثير من الـ الـ لكن الآراء لكن صنديد نعم هو زول قوي عنده كلمة زي ما قال ديما. أنا قبل لما قلت لك الحكام كان عندهم الحماية أيوة. بتلقى الشخص اللي بدافع عن حكامه أيوة. يدافع عنه يعني بالغانون وبالمنطق فعلا هو بكون الحامي للأعضاء الموجودين في المنظومة تبعه نعم. هي دي مهمة جدا لما تسكت حسن عبد الحفيظ ربنا يرحمه نعم. عبيد إبراهيم ولما تجي لحد عثمان أحمد البشير فعلا في فريق فيه زي ما قول ديما ونحن متابعين في الفريق نعم. كبير يعني نعم. فريق كبير يعني ممكن الناس ترجع إذا جات إدارات قوية وعملت لأنه هي شخصية سودانية شخصية سودانية وشوف مما التحكيم ده قاموا عملوا مساعد يعني مساعد الياي ما بيبقى ياي يصل شفت مجرد ما عملوا لجنة مساعدة بالمناسبة نحن بدينا في العد التنازلي لكن لما كنا لجنة مركزية نحن الحكام بنختار اللجنة حقتنا كان عندنا كلمتنا نعم. يعني آخر مرة عهدي بعثمان أحمد البشير ده وقف الكورة في العاصمة كلها لأنه أبو يستجيبوا له بعض المطالب الخاصة بالحكام القرار عنده في يده القرار عنده نعم. تعرف وقف الكورة وكان عنده عقد بيته قال تعالوا كلكم بشنطكم عندي في العقد وقف ومشيته الرياضة دي كلها جات هنا نعم جوا العقد جوا الصيوانة هاي وكل واحد شفته زي العازفين دي نعم كل حكم خدت شنطته جنبه فدي دي 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 قوة دي قوة الحكم دي قوة الحكم المفروض يكون كده أسي ما في ما موجودة دي لا 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 لا, لا ما موجودة نعم حس الضرب تحت الحزام نعم ما في الانكل يعني؟ لا ما في في الانكل ما في لا في الانكل دي غلا تحت الحزام دي بتقرض مشكلة هاي بتمرقك برا طوالي نعم فنحن يعني كونه نحن يا اخوانا الاداري ده ما اداري مهما كان نعم الاداري ده ياخذ اداري يعني ما يزول بكون اداري يعني ما ممكن الاداري اللي كان بيطلع علينا في السلك ويشتم في الحكام ويجي يبقى اداري في الاتحاد ما ممكن يكون علاقاتنا بين طيب ما بتكون طيبة إطلاقاً أصلاً ما ممكن أكيد في رواسط حسن إحنا يعني كل الناس اللي كان لنا معاهم مواقف حسن هم اللي بيديروا الكورة نعم. عشان كده نزلوا بالتحكيم لأدنى مستوى نعم ده كلام يعني بقوله بكل شفافية وبكل صراحة طيب نحن تكلمنا عن التحكيم يا منتصر ده نتكلم عن الفن يعني أنت شايف الآن الشباب ماشيين لقدام يعني تكلمنا التحكيم زمان كان أفضل اللي تكلمنا عن الكورة زمان ده نشوف أنتوا الآن كشباب انت من خلال وجودك معاهم ومن خلال سماعك للحقيبه وفنانين اللي قبلكم الكبار شايف ان انتم ماشيين لقدام الشباب الموجودين وفي كلام كثير جدا بيتقال نحن ماشيين لقدام بفهم حاجه معين هسه لو لاحظت انه كل الفنانين الشباب بقت عندهم اعمالهم الخاصه عندهم اعمالهم الخاصه بحاولوا بيسمعوا بنسمع حقيبه وبنسمع كل الفنانين قدام الله يديهم الصحه والعافيه والموجودين والمرحومين الله يرحمهم الميتين الله يرحمهم الله يرحمهم لكن بنحاول نعمل حاجاتنا نعم نعمل ذاتنا طيب في ناس كثيرين جدا بيتكلم منتصر عن انه يعني الفن في الحفلات بيقول لك لازم نسمع غنى مسموع الحاجه دي قاعده تقابلكم والله بتقابلنا بتقابلنا كثير بتقابلكم كثير لكن ما يعني ما قلت من حاجاتكم انا شايف فيها فنانين شباب بيغنوا بس للفنانين القدامى دي الناس حفلات بس بيفتحوا لانه ده شغل فيه العداد فيه العداد فيه العداد الشغل القديم نعم في الكوره في عداد لا لا يلا كله مش كده يلا ما هو ما انا فنان شاب ما كل في مستوى معين من المجتمع بيعرف الفنان ده منه نعم بيغيروا هم مثلا الجامعات ولا غيرهم شو لكن في ناس ما بعرفه نعم. بيسمع من عثمان حسين انت ما شايفك طلع فانت لازم اليوم. لازم لازم ترضي كل الاذواق نعم. القاعده قدامك نعم. كلام رايك شنو لازم يكون في كلام والله شوف يعني الفن اي فنان لو عايز يطرق صوته ده وحلقومه ده انت بالحقيبه لازم لازم الحقيبه دي زي ما تقول هي شوربة بتاعت الحلق يعني انت اذا تنزل اول كيف بترطب لك الحبال الصوتيه عشان تقدر حبال يعني حاسه دي الواحد اللي بيقوم زي اللي بينط البراده يوم بيشرق يعني ما داري الواحد يشرق لكن الحقيبه دي يعني ده اصلنا ده تراثنا يعني لازم تمر بها لازم تمر اي فنان كويس لازم تمر بها انت غنيت حقيبه لازم تمر بها لازم لا كلام لكن لقدام تعمل شغلك الخاص مش شغلك بالضبط كده نعم لا تلقى ذاتك يعني كفنان بعدك تعمل حياتك انت ما بعد صوتك يتطرق انا ما داير اقول لك بعد الصوت بعد الصوت يتطرق تعمل حياتك انت طرقت صوتك يعني بالحقيبه اكيد طبعا غنيت هنا كثير بتحب منهم من الفنانين والله يا اخي انا بحب الحياه السمحه كثير لكن انا القمت على سماعه
المرحوم مصاصد أحمد. مصاصد أحمد فنان ما فيه كلام. ومن الفنانين بسمع يعني كل المبدعين بلادي. نعم. أستاذ نعم. عثمان حسين، أستاذ عبد العزيز أبو داود، أستاذ محمد نعم. أحمد عوض. نعم. كلهم يعني ناس لا يشوف لهم غبار زي ما يقولوا. نعم ما فيهم كلام. ما حنحصلوا مصنع. غير ما أنت تحب بتحب مين من الفنانين؟ أنا ميل قلت لك العاقب محمد حسن. لا غير العاقب يعني تاني في منه الله يرحمه في الله. لا. في في بعض الفنانين بتستمر. في فنان شعبي يا أخي عندي كمال ترباز ده طبعا كمال ده ده مش حلقه مطرق. تعرف كمال ده مرة في واحد قام لقى كمال قيافة كده كمال ده جبنا في كان عندنا في الشغل كان عندنا ضيوف وجبناه. فكمال جه شكله قيافة جدا قام قال لي يا كمال والله يا كمال والله زي عربية النقاد أصلك ما بتطرقع. فكمال قال لي ده انتهى مني جنبيه فكمال كمال عنده أبعاد صوتية رهيبة وهو بيهتم بنفسه يعني بيريح نفسه بيريح منظم بعدين أنا أذكر الجك 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 بتاع العصير عنده جنب بتاع برتقال ده ما بهزر فيه ساعات النوم المطلوب حاجات في حاجات مهمه للنظام يعني لا 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 النظام نظام هنجكين بيخشن كده شفته بيخشن الثلاجه لا لكن بيمرق كده وبيمرق نعطي مع المرقات نحن هنمرق فاصل ونجي نراجع مشاهدينا الاعزاء فاصل قصير ثم نعود نتواصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء وارحب بضيوف الاعزاء كابتن دلما والزميل ياسر قاسم والفنان الشاب منتصر الهلاليه. نحن قبل ما نسمع ياسر انت بتحب تسمع منه خاصه انت في الغربه يعني والله ولا نحن قبل الغربه ام درمان. نعم ام درمان دي زي ما قال دلما طبعا تقول ام درمان الحقيبه الحي العرب انت ما ياسر تجيب عديل الحقيبه لا لا حتى بالعكس لو قلنا حي العرب ولا قلنا المسالمه دي من بعد الغناء يا دلما كمان. نعم نعم فعشان كده الحقيبه دي طبعا دي حاجه اساسيه بعدين بيطيب بعد برنس ابراهيم عوض هاي بعد ذاك بيجي طبعا ابراهيم عوض ابراهيم عوض والجابري ديل بيكونوا دائما في التوب. نعم ديل ولاد الحي لكن بالجد يعني الغنى السوداني بالبلدي كده البسيط كده الواحد بيقوله بانه لا يعلى عليه. نعم يعني لو اي حاجه يعني لقيناه بين بين ولا تتراجعت شويه ولا نص نص لكن الغنى السوداني ده لما تيجي تسمعه تلقاه يا هو مهما سمعت برا أيوة الغنى يعني في امريكا السوداني في امريكا ولا في استراليا ولا في النرويج في القطب الشمالي ولا في جنوب افريقيا بتلقاه هو يا هسه مع التقنيات اليو اس بي والفلاش والهنا القصه سهلت له شديد. نعم سهلت له واسمع حاجات فالغنى السوداني ده اصلا لا يعلى عليه لا يعلى عليه. نعم انت مع ذكرك النرويج انا حقيقه اتصل علينا الاخ ابراهيم عبد الله يا سلام بتحيي قبل شويه حي جد ابراهيم عبد الله نعم هو الان بتابع في النرويج وتابع في المتابع دائما الشروق نحن بنقول لك كل سنه وانت طيب وبحي وتكلم معي بيرما ومعاي ياسر قاسم ومنتصر بحييكم وانا بحييهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين نحيي كل سوداني برا السودان وداخل السودان لا في منطقته دي النرويج في النرويج تقريبا ابراهيم عبد الله اول صحفي رياضي حيكون سفير الصحافه الرياضيه السودانيه في النرويج. نعم اول صحفي رياضي في النرويج. نعم نحن بنحييه ونسمع واحده ونهديه الاغنيه ومنتصر حنسمع شنو بمناسبه كل السودانيين الخارج الوطن فبنسمع اوعدني أوعدني كلمات مجاهد عثمان والحان أنا بقول الحان عارفني ما بحمل بلاك اوعدني غيبتك ما تطول عارفني ما بحمل بلاك اطراني في ليل غربتك قسم سواد الليل معاك اوعدني
بدك تجيني وخلي بالك مني فيك وعدني ولو غيابك طال سنين صابر عشان عينيك خلي أخبارك تجيني وخلي بالك مني فيك وعدني سنين صابر عشان عينيك أنا روحي ماشى معاك تشوقا تنزح ليك أنا روحي ماشى معاك تشوقا تنزح ليك قسوة الأيام والغربة خايفة عليك تجيني وخلي بالك مني فيك ولو غيابك طال سنين صابر عشان عينيك كل أخبارك تجيني وخلي بالك مني فيك عارفني ما بحمل بلاك
أوعدني غيبتك ما تطول عارفني ما بحمل بلا أطراني في ليل غربتك بكسل سؤال الليل معك أوعدني. جميلة منتصر. دير ما لو تكلمنا عن مرات كثيرة جدا بيكون في مباريات في رمضان في العيد يعني أيام العيد أيام المناسبات. أنا دا أعرف أنت يعني إحساسك وشعورك شنو أنت تحكم مباراة يوم العيد أو ثاني يوم في العيد والناس مهتمين وأحيانا الاستاد يكون فاضي يعني الناس سافرت. داري شوف إحساسك كله يكون شنو المباريات إدارة المباريات في أيام الأعياد. والله يعني عادة يعني في ممكن تكون في عيد الضحية لكن في رمضان في رمضان لأنه بيكون في قاب دائما والصيام ذاته له يعني له مكانته له تأثيره ففي حسي في عندي في البطولات الأفريقية يعني لعبوا ناس الأهلي والزمالك لكن إحنا ناس بدل ما طاروا بدري يعني ذات رمضان ما حضرونا والاثنين طار والأم الأربعة طار الأربعة طار ف يعني اذا الواحد كان ملاعب طبعا بيكون صايم نعم وبعد ذلك تجي على قربه وتجي عليها يعني بيبقى عليك اثنين بيبقى عليك وحدانيه وبيقعد عليك لكن هي ضريبه من يعني اذا كانت ضريبه يعني وطنيه او كانت يعني ما انت عايز اجر نعم انت عايز اجر يعني تلعب وانت صايم معناته بعدين الحكم الفنان ذاته بيقسم يعني بقسم لياقته بقسم وقته في رمضان في 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 هنا في المباراة نعم إذا كنت صايم. صايم أيوة نعم. أيوة لأنه بعض مرات تكون صايم الصفارة دي قدر ما توديها ما بتمشي ما تقدر تصفر أي ما بتقدر تمشي لأنه الإشارة بتكون يعني ما طلعت من المخ لأعضاء باقي الجسم عشان تتحرك هاي حتى يحصل فاول كبير جدا لكن عادة يعني إدارة المباريات في ايام الاعياد يعني ما فيها غربه للحكم الواحد نعم بس الواحد بيكون مشتاق لانه ما قلت لك نحن دي خصوصيتنا لمتنا دي نحن خصوصيتنا كسودان حسي برا اي كان خواجه ولا افريقي ولا في حاله طبالي كان الدو شفت يوم العيد وقت الصلاه كوره بالعيد لكن نحن ابدا نحن خصوصيتنا وعلاقتنا الاجتماعيه هي اللي بتاثر علينا لما الواحد يكون برا ويقوم يتذكر الوليدات يتذكر الحبوب والخاله والعمه يعني عندها تاثيرها كيف تاثير كبير زمان يا ديما ولحد قريب ده انا بيني وبين نفسي وفي ناس كتار بيزعلوا لما الهلال والمريخ والفرق السوداني بيصادف انه يلعبوا في رمضان نعم. حصلت كثير نعم. طوالي قبل الكوره يطلع لك طبعا اي ناس عندهم ناسهم في الجرايد والجمهور نعم. يطلعوا لك انه طالبين فتوى انه يفطروا فالحكام السودانيين يعني مش اللي عارفين طبعا انت قريب منهم جدا من المنظومه دي نعم. طلعوا حكموا في رمضان نعم. في افريقيا دي كتير جدا نعم. فتحت قاعدين يطلبوا حياه زي دي نعم. لكن هي المدرسه قاعدين يطلبوها في الجرايد نعم. نعم. فتوى من شيوخ من علماء ما في حاجه يا اخوان الدين ده واضح قاعدين يطلبوا يعني عدته من ايام اخر ديشنو نعم. يعني ما هو ده كلام الله يعني نعم. بيطلبوا انت يعني. بتجيب لك حاجات من عندك يعني بدار تعمل لك قران ثاني برا ابدا انا القران ده واضح في حاجة مريض أو على سفر بتفطر سفر وين؟ ما تكون وصلت الدولة ما أنا بقصد ليك أنا بقصد ليك هم بيكونوا وصلوا وخلاص استغروا وارتاحوا فتوى في شنو تاني؟ يعني المفروض لعب المباراة صايم؟ ما في لعب المباراة صايم ما في حاجة ما في حاجة ما في حاجة وهو بيجري لكن تحت والله ربنا يدعمك وربنا يساعدك أكثر مما تكون فاطر نعم أي والله وكمان الحكم بيجري أكثر من اللاعبين لأنه في لاعب هم 22 واحد بيجيب واحد الحكم بيكون جاري المباراة كلها ما بكون واقف نعم. يعني يمكن ده طاقة أكتر يا أخي ربنا ده ما ربنا ده خلقك وإنت يا أخي بتأدي في رسالته ده في الأرض يعني معقول ما تلقى مساعدة ما قبل إنت قوم إنت تعمل الغلط وده لك مساعدة والفرق بتطلب ليه فتوى طيب منو الفرق بتاعتنا قاعدة تطلب فتوى طيب ولا ده كنت أربعون عطشة ساكت جربت إنت درما حصص حكمت إنت صايم والله بالعصر كمان بالعصر بالعصر كمان نعم في النهاية مش لو طبعا ما بالليل بعد الفطور ما مشكلة لكن الكلام لكن العصر تلعب نعم. والله انا لعبت العصر
وين كمان؟ في الحصحيصه ابدا. في الكليه القبطيه جنبك وفي المسالمه. وبالعصر كان عنده الدوره عاملينها في رمضان. فاطرين كلهم. انت صايم وانا صايم ساعه ونص ولا ساعه؟ طيب بيجي مرتاح راحه ساعه ونص ولا نص ساعه المباراه دي؟ ساعه ونص كامله ساعه. بعدين غير كده بتضيع لك الوقت لحد ما يجي وقت الفطور ترجع تكون جاهز مرتاح. نعم مرتاح. نعم يا اخي ياسر، انت في 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 الامارات ويمكن قاعد فتره طويله هناك، الشغل بتاعكم في رمضان بيختلف؟ والله اقول لك زي ما قال لك دي انه في رمضان ألذ ايام لا. للشغل يعني الشغل دائما في رمضان انت اكثر من 90% او على اقل شيء 90% شغلك بتشتغله لحد صلاه الصبح. من بعد التراويح الشغل بيبدا، الدورات الرمضانيه او مباريات او دوري صادف في رمضان تشتغله كله قبل صلاة الصبح، أو لو ما خلصته المهم أنت قبل ما تقوم بتخلصه يكون خلصه. لما تمشي تشتغل شغل المكتب بالنهار بيكون شغل خفيف بيتناسب مع الطبيعة والطقس بتاع الزول الصايم. نعم نعم. يعني بيكون جهزت حاجاتك وقت رمضان أنت لو نظمت فيه نفسك الشغل فيه في منتهى السهولة، يمكن الناس بتنتج فيه أكثر. والله العظيم ده اللي بيحصل في بلد السودان. نعم. وأنا في الإمارات والله ده اللي بيحصل، إنه الإنتاج فيه يكاد يكون اكثر من الفطور. ده كلام صح. وقت الليل طويل، وقت الليل لما طويل. يكون وقت الليل طويل الانتاج فيه كويس. نعم. منتصر الفنانين في الايام الاخيره، يعني احنا خاشين على العيد، في نشاط ولا في رمضان الصوت ومشكله الصيام؟ لا في رمضان دائما النشاط بيكون بدايات رمضان. نعم. ظروفات لكن بتكون بالليل عادي، تجهيز لشغل العيد. يعني لشغل العيد هاي. في نهاية رمضان ما بكون في شغل؟ لا مع التهجد ما بكون في شغل. نعم التهجد يعني انتم بترتب حياتكم من البداية؟ حتى في البداية بنرتب بعد التراويح، بعد الناس تصلي تراويح وتنتهي بعد ذاك تشتغل على بروفة عادي. نعم. هذه قبل ما نمشي نسمع واحدة من الأغنيات، يعني نشوف مواقفك اللي يمكن بتحدث لك دائما في ميدان كرة القدم. يا ريت تقول لنا موقف من المواقف الطريفة الجميلة اللي بتحدث لك دائما في كرة القدم. والله يا معتصم هي المواقف كثيرة. يعني المواقف كثيرة، لكن أنا حصلت لي مواقف في الحصحيصة. نعم. يعني الحصحيصة دي ما منطقتك. أيوة. وفي ملعبة في الاستاد. الكورة كانت ما بين، نحن بنتذكر دي ليه؟ لأنه كانت في الخريف. نعم. فنحن تضامنا مع هن المطرين ديل بنتذكر الكورة دي. الكورة دي كانت في 2006 ما بين 6-7 لا 2006 ما بين 5-6. نعم. انا ما 6 خليتها خلاص. انت خليت ريحتها. فالكورة كانت ما بين مريخ الحيصحيصة وحي العرب برسودان. نعم. يعني اقدر احكي لك الموقف ده وشوف. يعني في النهايه جو رمى لي في نانا. الصباح الناس ماشيه تصلي صلاه الاستسقاء، الناس دي كانوا ناس حي العرب دي كانوا نازلين معسكرين في فداسي. في فداسي في فداسي. الناس ماشيين كارات ماشيين الجلاليب، لا في عن قريب شايلين ولا في جنازه لا في حسون وفتح ابراهيم قاعدين ومعاهم سكر. قاعدين قدام خشم الباب اظنهم بيشربوا في الشاي الصباح. شايفين لك الناس ماشيين. قام حسون قال يا اخواننا ما تروحوا ندفن الجنازه دي، ما جايب بوكسي ورا. نعم نعم. لما مشوا الناس اصطفوا ثلاثه صفوف اي ما في عن قريب. قال يا اخواننا دي صلاه الاستسقاء. ايوه عشان المطر ولا عشان المطر هاي ربنا يغيث الناس. نعم. صلوا يا هذول بعد شويه يجوا. والله يا معتصم الكره دي كانت عصر. نعم. الكرة دي شفت السحاب البليف كده؟ ايوه. ودكمز اسود. نعم. تعرف انا قمت يعني قبل ما ارمي القرعة عينت طبعا عندي تسخينة كده بعملها. بتعملها. نعم. فقلت دي اللي جايانا. يا اخي صف زي ده صلى لها كيف ما بتجي؟ هنا بس بدينا الكورة. ادتني لك بالظبط 4 دقائق. وقعدت تعمل تك 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 تك. شوية شوية. ايوه آه بعد شوية فتحت. طبعا المويه وصلت زي ما بيقولوا العرقوب. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا يا زول ده ببديت. نعم. انفعلتها خشيت معاه العب حتى ناس حي العرب ده كان عندهم كنده وكان عندهم فانتين جبره وعندهم كملت نجم الدين ابو حشيش. ايوه كان أيوة. حكايه. انت عارف معتصم اسمه منو صلاح مد علي كان بيزح في الكوره دي. نعم نعم. لان هي كانت كورتين ولا ثلاثه ملعوبات وبتحدد وبكره الفاينل بتاع الدوري الممتاز في وقت واحد. نعم. ايوه في وقت واحد.
صلاح أحمد علي قاعد تحت الترابيزة وماسك المايك ويعلق حكم غريب الميدان مبتله مليان موية والحكم بيلعب بس في جدع جم توي والله تاني تفتح خشمك تحت الترابيزة طلعك للمطر دي حسن فحسون وقف يا ريف يا ريف والحاج هاشم كان مراقبنا رحمة الله عليه أنا بحيي أسرته وبحيي أهله كلهم بمناسبة العيد والحاجة جيت جنبه قال لي يا درمة جيت هيا حاج قال لي المطر دي كيف انت قلت له والله يا حاج أنا دابي بديت يا الكورة شغالة وبعدين شفتها فترة الراحة وقفت المطرة ايوه بين الشوطين لكن الميدان ما وقفت الميدان ده ماله وماله الميدان ده ما بدينا فيه كويس نعم وقفت في بين الشوطين وانا عندي طبعا بشيل لبستين ايام الخريب بزاد غيرتها وجيت لابس دي وخاش بس ادتني لك العشر دقائق الاولى البلف للنهايه شغاله مع حسون ولا شنو الكوره دي طلعت 2-0 لحيراره لمريخ الحصيصه قعدته في الدوري الممتاز نعم قعدته في الدوري الممتاز جابن عثمان زكي نعم عثمان زكي ايوه جابن عثمان زكي كان عنده راس ما شاء الله ايوه الكوره بقت تليماتش عايمه ايوه يعني يكون البلاج قاعد على الكوره يكون جاري لما تقع بتقع في المويه انت ما وقعت لكن تكون انت ما وقعت لا ما وقعت طيب انا وقعت في واحده في استاد الخرطوم هنا نعم كان الشرف ماسك اهل الخرطوم وبرضه كانت مع مريخ بورسودان نعم غيرت ثالث قال لي ان شاء الله تتكسر ولا ما شايل معك غير ثالث ولا كنت شهر اثنين هناك في الحصيصه لا في اثنين غيارين ما ثلاثه اثنين لكن قبل الملون ده لا الملون الملون زاد يا اخي حضرت تقعد انا تقوم بس داير تغير بس البس الملون ده نحن حنرجع لمنتصر ثاني منتصر حنسمع شنو حنسمع قلبك قلبك حاله مطمن ثاني الله قلبك قال مطمن ما فايتك انا نعم نحن زاد داينا سمع زلك مع المطر ولا ما فايتك احنا بعد قلت معنينا للقلوب نتمنى لك انت بعد قلبك ركبتك المهم اشتغل تفضل We'll be right back.
لقيت محبوب علي زي لقيت مقصوب شاعر بيت لقيت محبوب محبوب وعلي زي لقيت مقصوب واضح من معاملتك يلا واضح 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 من معاملتك معاملتك يا ناس فيني ما مرغوب في قلبك شديد ندير من احنا يعني يمكن على احتاب الختام واكيد يعني في العيد الكثيرين جدا ما قدروا يوصلوا كل الناس يعني دي فرصه بنتيح لك يعني برضو تحيي وتهني كل الناس اللي انت تحييهم والله يا اخي انا بتاع كل الناس نعم يعني انا اتمنى يعني اي حتى الاهل والاقارب انا في عز المطر بتاعته والمبارح نعم يعني خلتني المطر زرت بيتين عندي بيت خالي الفاضل الازرق في ود نباوي نعم ده طبعا مع شيله السحب ديك دقيت البابين ما في زول فتح لي معناته قلت الناس دي ما في نعم ثاني عندي اولاد عمتي في الحتانه ناس عمر بابكر برضه مشيت دقيت لقيت الابواب يا خوفة من المطر نعم قفلوا الابواب يا مشوا لناس يعيروا نعم. لكن اخبرنا انا والله كنت عايز اوصل ناس كثيرين يعني كان زملاء في الشغل ولا حكام ولا الحكام بالمناسبة بيعملوا المعايدة بتاعتهم في نادي الحكام تاني يوم في العيد يعني تقليد من زمان أصبحت سنة ثابتة يعني فالأهل ونساء والنسابة كمان مهمين جدا كله أجمعوا لنا النسابة ده لو ما مشيت لهم بيشتغلوا لك لكن لازم تمشي لهم لازم تمشي انت هاي أقرب الأقربين نعم انت حييتهم كلهم ندي ياسر فرصة يلا نعم ياسر حي كل داخل وخارج السودان الواحد دوا وبرا الواحد بيحيي الأهل والمعارف وبيشكر الأهل السنة دي العيد شوية نعم. كل الأهل كانوا متجمعين في منزلنا نعم فربنا يرحم الوالد وفي الليو ربنا يرحمه وفي الليو فبنحيي كل الأهل نعم اللي كانوا جزء من العيد السنة دي خففوا عليكم كثير خففوا كثير نعم وبحيي الواحد الزملاء كل الإعلاميين خارج السودان نعم والواحد يخص بالذكر زملائي في دولة الإمارات نعم في صحيفة البيان بدون فرز نعم. على راسهم الشقيقين صلاح وبهاء الدين عطا نعم. والواحد بيرسل تحياته لكل الزملاء والجيران سواء كان في الإمارات أو ياسر صلاح النور في السودان وكل الأهل هنا وتحية خاصة جد لحاكمنا المتألق شمس المعارف بخيت نعم ده واحد من الكوادر يا معتصم نعم. اللي فعلا استفادت منها دولة الإمارات دولة وفعلا امتداد للحكام السابقين للحكام السابقين اللي عكسوا الوجه المشرق يعني لا والله نعم نحن بنحييهم ونقول لكم صوت طيب وانتصر انا لازم نحيي فرقتك دي انا لازم احييها كلها لا يا اخي يعني مع نعم الترتيب كده ان شاء الله معتز بحيي معتز اسماعيل اورجان اورجان ومحمد مكي اورجان نعم مجاهد فضل بيس جيتار وايمن جيتار ومصطفى درامز نعم وعماد احمد عماد نعم ايقاع وعندنا مطيع حماد احمد حماد احمد
ومطيع عبد العظيم طبلة، ومجتبى محمد موسى كونجا. انا بحييهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين. طيبين. وبحيي برضو انا حقيقه يا دلما ما تنسوا. نعم جنود المجرمين الكاميرات اسكشيك وادم هاي بحييهم وبحيي كل نعم احنا بنحييهم والله وكل الناس الموجودين في غرفه الاخراج وبراسة أو بغيادة الأخ أحمد يوسف وكلهم والأخ محمد عثمان، وبحيي كل الناس اللي بتابعونا في هذه اللحظة. وأنا حقيقة ما قدرت مشيت برضو بحيي كل الناس اللي ما مشيت لهم بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وخاصة قبيلة الرياضيين. وفي هذه اللحظات بنترحم على كل الرحل عن دنيانا، وبنقول يعني ربنا يرحم آخر الراحلين الأخ الأستاذ عبد المجيد عبد الرازق، وربنا يعني يرحمه ويغفر له ولكل أسرته ولكل الناس اللي أثروا بهذه السيول. بنقول لهم ربنا يرفع عنكم البلاء، وحتى نلتقي في فترة أخرى وحلقة أخرى نستمع واحدة من الأغنيات المتصلة. حنسمع شنو؟ نسمع بعد خلاص يا أخي. نحن ما حيينا قلت نحن والله يا أخي دمك الخفيف دولة ظرفك نشكرك يا دلما يعني شفافيتك والله نحن برضو يعني بنقدم لك يعني اسمع ايات الشكر والتقدير. انا بشكرك جدا وان شاء الله نحن نقول يعني تحيه خاصه هو جزء من قبيله الرياضيه. ايوه كنا خفيفين على خفيفين جدا والله ما قصرت داخل وخارج السودان. يعني انا بحييهم كلهم ونسمع منتصر. اسمع بعد خلاص. خلاص ضيعتني وجيت تاني تبقى حنين علي. خلاص ضيعتني وجيت تاني تبقى حنين علي. ابقى فاكر يوم مشيت حتى السلام ما قلت لي. بيك انا لقيت بيك تاني تسأل عن حبيب. خليت متيقن وراك متيقن وراك فردت للنوح والنحيب. عنده زاد غير جرح قلب خليته ليه تكب دموع الحسرة والندم عليه. السلام ما قلت لي.
قلبي علمت الصبر علمت الصبر علمت يسمح لك بخون ريت الجميل وحناني ليك حناني ليك تبحث عليك يملى الديون دنيتك حاد ابقى بي راملك مات من زمان ما ظنه يرجع ثاني خلاص ابقى فاكر يوم مشيت حتى السلام Daddy, 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 daddy